كي شباب القبائل فريق كبير في الجزائر افيك ان غون بليزير تلعب في فريق كيما شباب القبائل وان شاء الله ندير سيزون شابه معهم ونفرحوا الشعب ونلعبوا للتليفون ان شاء الله لاعب دولي لفئه المنتخب الوطني الجزائريه ولاعب سابق لجمعيه شلف ولاعب الحالي لشباب القبائل سبورتر كما نقول لك ان شاء الله بربي نفرحوهم وما نخيبوش الظن ان شاء الله بربي.